السلام عليكم، شكرا لكم كنت كنكم لابعتيتكم من فالفيديو ما شاء الله. درت لكم ايامة الكورونا، بون درت لكم يوم واحد، وهذا اليوم تقدروا تضربوه في دي جوه اللي جوزتهم في الدار. نعم اليوم يشبه الفار، كل يوم كيف كيف. كما شفتوا كنت جبت الكافيتير ديالي ودرتها مالوغوزمون فوق لامبريمونت، لا غالب ما كاش وين نديرها هكذا بيسكي ما نقدرش نخرج من لا شامب، وقعد دي جوغ في لا شامب. كما راكم تشوفوا هنايا وريت لكم القهوه، وريت لكم ابيبري لي ميديكامون واش تسحقوا كامل، بعيد الشر اذا مرضتوا تسحقوا دي فيتامين، تسحقوا هذاك الدواء تاع كورونا دوليك اون سي جامي تكون عندكم الحمى. بالنسبه لهاد لاتاب انا كنت شريتها مقبل ولقيتها هاد الخطره بزاف. بالنسبه للناس اللي يحبوا يقراو بزاف كتابات يشربوا ديتيزان في فراشهم، ننصحكم بها، راح تعاونكم يوجعكم شهركم والحاجه تكون قدامكم. سورتو ما توسخوش الفراش. كنت شريتها عند ورقه القلم في بدوه بن عجال، لقيتها وصيف جوميا 220 200 وزياده، وش بونس لا ميم كاليتي. دونك حوسوا مليح مقبل ما تشرو وشوفوا لي غروسيست، اكيد حيكون السعر هابط. وجدت الفطور ديالي، الدواء ديالي حطيت كلش قدامي باش ما ننساش، لا تيزان وسورتو القهوه باش هكذا نصحصح ونقعدش راقده توت لا جورني في الفراش. مالغري درت غاس ماتيني مي ماشي مليح نقعدو راقدين توت لا جورني بيسكي تخطر لنا الدم. كان ماشي المرضي تو هادي دار الحياه اللي نتمناوها، بتي دا جولي الله الله مي الحمد لله وخلاص. جست كملت فطوري، خملت كامل لا شومبر بهكذا باش نخليها نقيه والفيروس هذاك ما يروحش للدار. فتحتها هويتها سلقتها بلو جافيل والماء، مسحت كلش ما خليت والو اون سي جامي. غير كملت، كانت ماما مسكينه بيخليها تعبتها بزاف في هاد الفتره، جابت لي حوايج اللي كانوا مغسولين. الو حبيت نشارك معكم مش كيفاش نطوهم، مي ما فاصون كيفاش نرتبهم هكذا باش نعطيكم ايدي. انا هاد الطريقه ساعدتني بزاف، كي نجي نجبد حاجه ماشي نقعد نقلب عليها كاع الدنيا ولا نخرب كامل الدنيا. الو بالنسبه لي سوفاتمون وتقاشر اي حاجه تكون صغيره نرتبهم في سلات، ولي بيجاما كيما راكم تشوفوا ندير له داخل لو با ولا لو با داخل لو، ليسونسيال يجوني مسقمين وبوكو بلوس انا ندير لو داخل لو با باش كي نجي نجبد بيجاما ما نقعدش نحوس عليه وين راهيتو. واستعملت هادو ما تاني لي زانتر كالور اللي نظموا لي بزاف حوايج، نجبد حاجه نلقاها فاسيلمون. ميم لا فاليز جبتها وخملتها كيما راكم تشوفوا هنايا، دي بيجاما اوسي تاع الصيف وكلش من هيك تاني لي كات تاع الخرجه وتاع الصيف وسي كلش تاع الصيف، ابار كالكو تريك تاع الشتا اللي ما نلبسهمش كنت مخبيتهم تاني في لافاليز بيسك ما عنديش بلاكا. نظمهم هكذا نغلقها ونخليها قدامي كي نسحق نجبد. وسي حبيت نشارك معكم هاد العفسه اللي نورمال نستعملوها للحوايج باش نحو هادوك لي بولوش ولا هادوك جوسيبا حبيبات اللي يجوا فوق الحوايج كيكونوا لاصقين ولا شعر كيكون لاصقنا في الحوايج جيتو. انا استاوليت نستعملها شتا لي شينوا يستعملوها الفراش، الوغ وليت نستعملها كل ما ندير حاجه فوق الفراش جيتو نستعمل هادي. على بالكم ترفض العجب تقولي هذا كاع كان فوق فراشي، مي بون كملت ورحت قباله لا دوش. احنا نهضروا لكم اونكور اون فوا على هاد لابري شامبو بزاف بزاف هايل. اوسي هذا لو شامبو سون سولفات صدقوني شعركم يتبدل 180 درجه بارابور واش كنا نستعملوا دي شامبو. اوسي لا بوم هادي دو دوش، وهنايا كان عندي شامبو لوريال درت له قرنفل باش يطول لي شعري، استعملته هو الاولاني ابري استعملت سون سولفات.
كيما على بالكم ماني قاعده في الدار، وقلت بوركو با نتهلا في روحي لو ماكسيموم. الحاجات اللي ما كنتش نقدر نديرهم مالغري هاد لاباراي ما يخليكش تاخدي بزاف وقت باش تتهلاي في روحك، سورتو مليح بزاف للبشره الحساسه. من عند براون هدايا سبيسيالمون بور لو فيزاج، ينحي لكم كامل الشعر بلا ما ينحيه من الجلد. دونك اكتيفيتي الحبوب والبشره الحساسه ناكد باللي بزاف هايل، فيه دو نيفو وفيه اوسي واحد الضو جوبونس بلو ولا بلون لا مش فيت، تقدروا تشوفوا به شعر رقيق كامل. مالوغوزمون شعري عاود ينوض ما يطولش بزاف، مي براتيك وقلت لكم تتجنبوا بزاف الالم وسورتو لي ريسك تاع التجاعيد اللي جونا في البشره ا فورس نقعدوا نجعدوها ولا نستعملوا حاجات اللي تجبدوا لابو. En plus facile à utiliser, fait des la pile d'alcool ou c'est bon qui te relâche dans le dos et te bloque. أنا كنت جوزت على وجهي واش نقولكم، لقيت العجب العجاب فوق هذا كامل سهلة التنظيف، تنفضوها بأن بانسو وهي ولا تشعل. كانت لحقت العشية تعشيت وفطرت أو ميم طون وراحت ديراكتومون لفراشي باش نريح بس كنت فريمون عييت. وقريت هذا الكتاب أكثر من رائع واسمه لأنك الله مع شوكولا شو، هكذا ندفي به روحي وشوية لي كوكيز. وهنا خلصت لا جورني ديالي، ان شاء الله تكون عجبتكم وعجبتكم لا فيديو. ما تنساوش تهلاو في روحتكم بزاف، بالك على صحتكم وصحة ماليكم، نحبكم بزاف، باي.